بالنسبة لنادي مانشستر سيتي وعنده عشاق هذا الفريق، وكرة موجودة الآن داخل منطقة الجزاء، تسديدة يا عيني يا سلام، لعيب يوفيتيتش، لا يوفيتيتش ناوي نية وماخذ بمقولة إذا هبت رياح وكفى اغتنمها، هو مغتنم الفرصة على أكمل وجه، يقدم أداء كبير، هذا هو يوفيتيتش ربيولا، هذا هو يوفيتيتش إيطاليا، مر من الأول من الثاني، تلاعب بهذه الكمية، ثبت حارس المرمى، حالة كحالي هنا في كابينة التعليق، جاءت الكرة وهي تعانق الشباك، يا عيني يا يوفيتيتش، ولد لعيب، لعيب لعيب يوفيتيتش، ثبت روبرت وسجل أول الأهداف واحتفل بهذه الكيفية، سعادة كبيرة جدا، أهم مكاسب هذه البطولة هو اللاعب يوفيتيتش، هو اللاعب نعم يوفيتيتش، شاهدناه مع الفيولا مع نادي فيورنتينا وأداء كبير جدا، ويبحثون بأن يستمروا في هذا الطموح وأن يحققوا مزيدا من البطولات، وكرة موجودة تحت منطقة الجزاء، خطيرة هذه يا عيني يا سلام، العودة السريعة، العودة السريعة من أولمبياكوس، لم يرضى بالخسارة إلا دقيقة، إلا دقيقة كوستاس هو من سجل لنا التعادل عن طريق اللاعب كوستاس، يعود أولمبياكوس، يعود الفريق المميز في هذه البطولة، سابيولا لعبها بهذه الكمية، ما فيها شيء، ما فيها شيء، وصلت إلى دومينغيز، أيها إلى كوستاس، سجل الهدف الثاني في هذه المباراة، وهدف التعادل لأولمبياكوس عن طريق النجم المميز، اللاعب كوستاس صاحب الأداء الكبير، واللاعب اللي كان يطالب بركل جزاء في الدقائق الماضية، الآن يسجل الهدف الثاني في هذه المباراة، وهدف سيلفا في وسط الملعب، سيلفا، 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 يتركها الآن إلى يوفيتيتش، إلى سيلفا، يا سيلفا ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء للسيتي، السيتي لن يرضى إلا بالانتصار، لم يهدى إلا بعد أن تحصل على ركلة جزاء، هنا حكم المباراة يشرح للاعب سولباس عن سبب احتسابه لركلة الجزاء، لكن لاحظ المتعة يوفيتيتش، المتعة يوفيتيتش وما يقدم يوفيتيتش في هذه المباراة وفي هذا اللقاء حتى هذه اللحظة، أداء مميز يظهر فيه النجم يوفيتيتش، سيلفا هو من يعرقل وسيلفا يتحصل على ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة السيتي، والسيتيزن يبحث عن الانتصار ولا غير الانتصار، وعلى التنفيذ، من على التنفيذ، نشاهد ونتابع يوفيتيتش ربما او كولاروف، ركلة جزاء للسيتي اعاني، نعم كولاروف يسجل الثاني، عنقها بالشباك، والسيتي يتمنى بان يتمسك بلقب هذه البطولة، السيتي يبحث عن البطولة ولا غير البطولة، السيتي يتفوق حتى هذه اللحظة بهدفين، كولاروف علق الكرة في الشباك، سددها بهذه الكيفية، هنا اللاعب سيلفا عرقل، حكم المباراة قريب، كولاروف سجل، الثاني يتفوق، السيتي يتقدم بهدف، عادت في وسط الملعب، محاولة مستمرة إلى أرتور، يحاول فيها يلعب كرة أمامية لمصلحة نادي مانشستر، يا سلام يا سلام، أولمبياكوس يعود وكالعادة كالعادة يعود عن طريق نجمه المميز اللاعب المتألق ديامانتا كروس، هو اللي يسجل، دياما يعود ويعيد الأمل مرة أخرى إلى أولمبياكوس، مر من أمام هارد، تلاعب بدفاعات السيتي، لكن لمسة مميزة من تيفورغ اللاعب الأرميني، وتحرك ولا أروع، وتلاعب بالدفاعات بطريقة رائعة، سجل التعادل، أولمبياكوس يسجل هذا التعادل، أصبحت النتيجة 2-2، 2-2، شوط ثاني يبدأ بهدف من السيتي من نقطة الجزاء.